qaybtan labada sifo ee meesha ku timid yamiinu raxmaan iyo kafu raxmaan ayay wadaadaha shaacirada kitaabka sharxay isku rafaaday oo nafta kaga baxday binaan iyo jaryan calaa qaacidatihim albidciya inay ku soconayaan oo awilahayaan yamiinta iyo kafka ay awilahayaan oo taxriifinayaan nicmo iyo qudro iyo ixsaan iyo qabuul iyo waxbay ku fasirahayaan hawshaana hawl saxa ma aha waa khalad laga soo xigtay jahminu safwaan iyo xirtiisi walidaalika من وحامض إلا تلمام ترمذي حديث كان مكو ورني إلهي أمرك أيوه شرحه وحوي طريقة أهل السنة وحوي صفات كان حديث كان لغوش يقول إن سيدو ذا الله مره أون لا تحريفين أون لا تشبيهين أون لا تأويلين كيف يدى الله إسكي إلا يمعنها الله سوغه وطريقة أهل السنة والجماعة مركز هو التلدلي صحابة إيه تابعين إيه أطباع تابعين إيه تابعين عبد الله مركز مديهاي مركز هو أما الجهمية فقال ورك النووي يقاضي عياض إيه أي شيخ أنا أبو عبد الله المازري أي معلم كشيخ هيا نفتي سترمي سوق قرين الجهمية إيش ذا إلى هذه كفيرية تضرب تان لحبق والحذر يكو في جامعة أبو عيسى الترمذي كتاب محمد عيسى من الصورة إذن ومشكلة ويمرك إن بدع ذاس أي ما وين علماء أي تعلي هنا أي أمن كانوا الدين كدك تانو دبتها قلنا ذا وركاس هادو حتى ومساقيا لها ومك قواعد علمي الله فيري وسرق لها وحبون نقول لها ووحن سعونا إن شرعا وعقلا ونقلا أن سعونا إن معايا إلي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ربيكي كما تلمامين ومضنا ومبرين كما نبرين وحن إلهي وعنا من لايقنا وأهي يعني نبي محمد ومركا الليذ هاي إلا أخذها الرحمن بيمينه ومعنى لقها بوين هيبات وقرنيس صوبناه فتربو في كف الرحمن وحال هذا السنة هذا ما هي محيلة تشبيه تجسيم بالغرب نصنيا نبي محمد وهدي رسول كريم بأن قتدي سنة ولقها بونا بأكو إدمارا لكن واد كأف جبات سنة أم واد كعب سنة أم واد كل حنيس حقيقة واسدة معناها سيهدو يهم معنى أن إلهي كن أنا عنمين أما أن مناسب أهين أما أن أقل من مسلمين تقاركونا يكف السهادة هيان رسولك الله صدر أمة دون الدين كهو عبد أيو طريقة ممرين ممرين منع أدمرين وحكير أنت كفك با إلهي ديدها كل حن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني معاني ذا إيهام كيتوهم كي منكروا شرع الله وكفقاته هذه معناها المركة أي ذاتك قاركي مسلمين تقاركو كو خلدم هيا أما أي دعي كرتينو معنا خلدن حمبارسان يهي نبقى أمدة وقفقا مبنان لها محايا يلوحوها أعلم القلق أعرف الله أعرف الناس بالله يوها أفصحهم نواءها وأبيانهم للحق وحكروها أنصحهم وأرحمهم بوها مركة حسن القصد حسن البيان هي المعرفة التامة بإلهي باسية مركة خلط وهو شأن لغول لاحظه مدك لي أصلك وحاوي ننك أولي يمين الرحمن هي كف الرحمن أولي وحان لنا هاي كف الرحمن يمين الرحمن واصفة تاني الذاتية تاني إلهي سبحانه وتعالى أصغن أو نبي أصغي قرآن كنا وقادة لغي مركة يمين تلقاها الله وانا صفاء أعنى أنت الله سبحانه وتعالى محالة تلمانتو يا أحد كلا تلمام يو واسكون مناسب واسرع سني هذا ابن آدم لك هاي صفاته هذا كباب تاي إلهي صفاتي سنا سجا أي كباب تاي سبحانه وتعالى واحد يسكون خلط ما ينام معها واحد يسكون الله بيكرنا معها مرك الأصل وإن يدا يمين تأي كف كل وحم بارو على حقيقتي مجازا لومبا أنا مرك يدا وبالتالي أصلكم مرك هو محي الأصل هو الحقيقة للمجاز الأصل هو محي والحمل على الظاهر للمعنى المرجوع أصل كحوي معناها سود دقدقة ينك عارف باللغة أسود دقدقة لغة حمبارة أصلة ننك الدون يئن مرك الليحيو ومعانيه كل ليحيو دورة رمض بالله قربة من قيم مركة قال كطبن بقرسية لكن أفرب إنه كشيغين أما شن وحالة قربة إذا كنت الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع إذا كنت أرنية إلهي سبحانه وتعالى لغمة المام كرو يمين لمصو كرو يد لو ما سوى كره ما هيزيد وإن دليل له صارف عن الحقيقة ينفي الحقيقة ويوجب المجاز دليل كان مكيني كرتي دليل كوينه نقضى من كتاب أو سنة أو إجماع يدل إذا شعيقة معتبرة هذه مكيني كرتي معايا ننك الشيء السوق يا سوق حوها يستا أصل يظاهر بها ننك إلهي يمين وسوق يا بحولي يا هاي لفظه هذا صار
وإن لو حنبار حقيقة ديس ظاهر كنوا واسدا معه الأصل والظاهر الأصل والحقيقة للمجاز ظاهر كنوا وإن معناها متبادر كلو حنبار ألفاظ شرعية إلا بالدليل دليل كوا لغة البياء والدليل وإن لي ما دديد يا إن صفات كان لو حنبار أصل كود لو حنبار حقيقة دليل وحكوا لغة ربا إنه لي ما دو دليل تصي معناها وشيء يمين إله إلهي باكو قاضها بقدرته بنعمته قبول أخذ الرحمن أي وحلقه وضع سيدا احتمال كآت شيكتي معناها آت شيكتان ربا بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره المحرف معناها آت شيكتي وإن العديس اللفظ كان إنه يلي كرو واللفظ حنباري كرو نوح ونوع عديها إلا أخذها الرحمن قال لي الرحمن مجي عيسى الرحمن أبا الله شيء أي حمبار سنة ذات تديس كنا تسي كدي من صفة اليمين بقول الله شيء أخذ الرحمن بيمينه بالليل مرك أضو وإن أتكنتو بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره المحرف بعلى قرب الدليل من هي ملهيس هنا لغة أعديه إن يمين معها الله أورنكره أو عرفا وأنا العديس دليل كيبان كارمنا مدة صدح هذا اللي قاد دوني وحوي هنا هذنا أتشرادو مركاتك مركا قار قدوانا قضب كان قضب كو مهم سو اي اهل التحريف والتاويل او دن اي كفس هذا مركات جيرادو من حيث اللغه وحان هلي كرا لفظ اليمين او الكف او معناها لو خنباراي وحان لنا كبسوتك من حيث الجمله هدان كو صلينو لفظ اليمين او الكف انه معانيدا نكون كر احتمالا ولو بعيدا وحان كان ربنا دليل خاص او تصي معناها انه هنا وارد يهي لأنه حاجرة شيء سجود معاني دورة النقضة لكن مركو سياق خاصة كي ماده لا يحتمل إلا معنى واحدا مركو سياق خاصة كي ماده هل معنى أنبو نقنية لأنه سياق وحضيني السياق حال يبين المجملات ويعين المحتملات ويخصص العموم ويقيد المطلقات سياق وحبا أنبو قبتا وقاعدة كلية مركب حلقة ربا احتمال ذلك المعنى في هذا السياق في حد ذاته بلغات دونية إن الله إماتا لما نأمن كرت لأن ما يحتمله اللفظ في سياق قد لا يحتمله في سياق آخر لفظه معنى وقال أنكره في سياق وحلقة من الملك الوديدي مركب ونمزل آدي آد الله وخلدمه قضب كأفراد لغة ربا وإنه قرين عدي قرين وإن لي مات قرين وليما دو تسيسا هنا مجاز با لو جيداي لو ما جيدو حقيقتي تصالا غاوان مركا دد كنايات كي مريسان يا بابكا استعارات كا وحليدين رايتو اسدا رايتو اسدا باليدي لبحبان اركي يا نينغيسي ان اركبه ونقون كرتا من حيث الجمله حق اللغه نينغيسي اه وسيدي لبحا وغيسي ان اركيو يا نين عادي ابا وا لا ودي كرا لكن مركا تلاهو رأيت أسدا يصلي محل لازم نغني لبحت كنيان أركي مركا تلاهو نقول بحفامها يا نبلك هذا عضو جيزيا وتكنيان كانت كوض محاكيني قرينة وين هذا قرينة التي ما دان حديد ك قد يساتك كنت ديدا يسا يمين تقول وحم بارا أصل كي صفدها سيدا يصلي أيو ديدي أسد كي إن لقوضه لباح معيدة وينا ولو تشهد أنك جيسيها يعني تاسنا وعلى قربة ويش كأفراد إشان هاد واسنا مهم كوحاوي أنا طاقوبر مهم كوحاوي ويش كأفراد مهم كوحاوي مضطرد استعماله مضطرد استعماله على وتيرة واحدة لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا التقييد وقاعدة كلية شيء في الكتاب وفي السنة ملو كوي مادة هل قاب كوي مادة لما أولي كرو لما خصيصي كرو لما قيد كرو وعام محفوظة وظاهر محفوظة ومطلق محفوظة لفظ اليمين كصفة مركو صار في كتاب الله وفي سنة رسوله كذلك الكف هل قاب كوي مادة في كلام الصحابة سداس كوي مادة في كلام التابعين سداس كوي مادة أهل البدع بأقوه الرئيه وشافر القليي إذن استعمال كسبة على وتر واحدة مع تكرر الاستعمال
والقاعدة في الأسلوب أن التكرر أن التكرار يجعل لفظا صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا. حتى الشافعي ذاك شيء كتبته هذا شيء هدي لسوء العلي تكرار كافر بدن ملك الدون قاب كردن أوجي ما تسوق فعل أسوق صفاء أسوق اسم فاعل كؤمني هل معنى اللي يقتشي ذو وحكده يا لفظي لفظي لا يحتمل إلا معنى واحدا. قضية دمرك وين آدي هذا الأسكري إلى لي صدرتيد قرينا كلام مشتو اللحاد يمين يد يكف الرحمن ما كل شيء وحا انت بدن راعه معاني قرائن واجبين ليس حقيقه كالطي والقبض والبسط والامساك يد مركه لا ود قدره يا نعمه يا لوغه جيده هو لما راعيه قرينا الله سبحانه اخذي بسطي قبضي طي يا امساكي وحي لها المال راعي وانا قرائن ديديسة مجاز كباب بين يسحق النواجبين يس حقيقة هو شو هنا هذه أدم أفانتا تصالح قام بنسينية متى الروح مقابل كقول هاي وحده حده كرتا له عليه يده قفك حيقول هاي جعان وأنا شاف بينات كوضه أبال بيقول هاي وكي يدي أبو بكر مركو نقدر يثقف عفوا نكر هذا يقول أبو بكر كي يري لولا يد علي لولا يد لولا يد لك علي لم أجزك عنها وكو جواب لها نكو كورن جري لا توحى قصمي ثم قرن نيسان إذا وحي يري قعانا يد يد تم حكوذي أبال بكوذي أنا تحت يدي كاتري محل قوذا مامل كلام كوس جرا يدا يمين تقابك الله شيغ مكوولي كرتا قوله تعالى وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون يمين تن مدي كرتا وخا لغا ودا قدريه ومقفز محديدي تخطه بديدي سقارين لفظنا خط جديدي ولا تخطه بيمينك خط جوا حديدية إن الكفة سرته قدرية النعمية هو لك اليوم مجاز وحواجبنا يا قعنت من النبي الله وحماده كقر ولقى فرد ماذا نقول تي كتابة يا خطك عادقها لأنه خطك كينية صادرت المركة يمين الرحمن يكفك للرعية طي يقبض يبسط يوحي الله المال لازمنا يا حقيقة لازم وحمن الديدة يا إلا أوله وحيلا من نغنى يسوى لا تخطه بيمينك أي نقول ما يسو لك يد علي لم أجزك عنها وقال نقول ميس قواعد اسمرك وإن لقبرا رقول الله إسكي إلالي صدرت نوال بو نصوص تخلافة أما أولا أما كعيارا وحوك البو أقون كستوليا مهلا وحوك مخاتكا إنجي كسار وي إنجي كسار ثم تقانا وإلا إنجي كسار نصوص تمويني إنو لا لغة ولا عرف ولا شرع قيه لها السوق وليقا السوق وليقا أدو شغول بس إذا انتظرك تون لقول وش شيء غرائب لقوك أنا مودين تدق برشودو وحنا رنتاي ما دع يسوع إن النبي محمد وح شرحه إن أقول عن قرم مرة كده من أنا أقول عن سحنا قد يدا قد دع يسمى لكن هذا إسكت عدي أنا دو خلدن إن أتصحنتاي.